The students had access to different experts throughout the program, which helped them deliver real value. خذينا هالأمور هذه كلها وقدرنا نطبقها عشان البرزنتيشن حق الجست ابلكيشن. Final presentation قدمنا فيه أفكارنا حق تطوير الموبايل ابلكيشن اللي كنا متوقعينه إذا دشينا البرزنتيشن نلقى توتر فوق التوتر اللي إحنا فيه، لكن للأمانة اللجنة كانت مريحة جدا. Exceeded my expectations since they went thoroughly into the research phase and gave out suggestions that would actually improve the GUST application. البرنامج اللي طرحته جامعة الخليج عيش التخصص كان فكرة وايد حلوة. MIS students knowledge and what the content what they delivered was definitely I would say even near professional levels. استفدت من برنامج عيش التخصص اللي قدمته جامعة الخليج لأنه هو خلاني أطبق اللي أنا قاعد أدرسه بواقع عملي. يعني ككويتي إن أبنائنا الطلبة على هذا المستوى وهذا الوعي أمر يعني أثار إيجابي، أمر يدل على جودة التعليم اللي قاعدين يحصلون عليها وعلى رعاية هذه الجامعة لهؤلاء الطلبة.